اهم حاجه في هذا الشيء كامل هي الزريعه. خاصنا دائما نحتفظوا على الزريعه ديالنا. كنسكن في دار بوعزة. القناعة هي حب الأرض. ثانيا كنسمع كاين الأمراض بزاف، يعني الأمراض كتجي من البرودوي شيميك وهذا، وهذا الشيء اللي خلاني نمشي للأرض ونمشي للطبيعة. وليت كنبيع وهذا، وكان حتى الفلوس هدف. كنا حنا ما عندناش فلوس، المرأة كتعتمد على الراجل ديالها باش يعطيها الفلوس. جيت هنايا كنت انا في كازا، يعني ما عنديش علاقه بلا كومبان. ملي جات هذه الجمعيه طيغيمانيزم وكونوني انا وراجلي، بدينا كنديروا التجربه ديال الخضره الطبيعيه بلا دواء بلا برودوي شيميك بلا لانكري بلا والو. الحمد لله نجحت، ولكن ما نجحتش بزاف، باقي ما تعلمناش، باقي بزاف الحوايج ناقصينا. وبقاو كيجيو اساتذه من فرنسا وداكشي كيقريونا، ولا كلشي مزيان. بقينا كناكلو من لافير ديالنا، ما بقيناش كنمشيو للسوق. من بعد ولاو كيجيو اساسيد كيقريونا على كيفاش نديرو لي غرين جيرمي، كيفاش ننتجو الزريعه ديالنا بلا ما نمشيو نشريو الزريعه. كنتبادل بزرعه، بحال انت عندك شي زريعه كنتعطيني وكنعطيك الزريعه انايا. دابا 2016 داكشي غادي مزيان، ولينا حنا كناكلو وكنبيعو من الفلاح المستهلك، كنديرو ليه باني. دابا يعني العيالات ديال الدوار كلهم ولاو كيربحوا شويه ديال الفلوس. كان في الاول ما كاين والو، جيب خاوي مزيان، عندي كليان ديولي كنبيع لهم الخضره، كنبيع الدجاج، الفول، كنمشيو فرحانين لكازا.